تعالى بقى قول كده لنا من الاول، من اول ما نشتري الكابوريا يا شيف. ما هو بص يا عروستنا، اول حاجه دي نت، يعرف ازاي نت ده الابوة بتاع جامعه القاهره. نت اللي هي نتايه؟ نتايه. فبص كده بنات شكل الابوة بتاع جامعه القاهره. ده نتايه وتكون تقيله كده. وبعد كده الذكر عرفوا ازاي برج القاهره يبقى ده، بدل ما يبقى كده لفه دي بيبقى طويل زي برج القاهره. طب بجد معايا القبه بتاعت جامعه القاهره؟ مفيش فيها كافيار، دي فيها كافيار ولحم. عشان الكافيار. الكافيار. اوكي. اروح جاي واخدها اهو. اغسلها ازاي الاول؟ نعم؟ ازاي صحيح؟ يعني لو بنت كبيره لسه. تنقعها في ميه فيها خل وملح خشن وابيض. لمده ساعه وتصفيها مره واثنين وثلاثه واربعه. خل وملح خشن؟ ملح خشن وثلج. وثلج. بالظبط. وبعدين حطيت زيت وتصفيها زيت زي ما انت شايفه كده، مش محتاجه غير معلقتين زيت. وبعد كده تحمرها كلها فيها، تغير لونها، ده اكنها صحيه كابوري، اكنها بتلعب صحيه. وبعد كده بصلايه وعود كرات وعود كرفس. طب واحنا ناكلها ازاي؟ وكزبره، هقول لك، كزبره خضراء. عندك الحركات؟ فلفل الوان، بحط لها معلقه خل كبيره. الله على الالوان. بحط لها كبشه ميه سخنه ومقدرها قدامكم اهو على الهواء تصوريها. كبشه ميه سخنه، احط لها طماطميه لا، وعندي معلقه توم كبيره مهروسه. ايوه. وعندي شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، وشويه شطه اختياري. السمك بيحب الكمون. وعندي كمان سنه من الهريسه الحاره. ليه بقى؟ عشان سبايسي. تعالي بقى دخلي كل دول مع بعض لمده 10 دقايق. بص غيرت لونها كده. كده جاهزه عندي. على طول كده؟ على طول. غيرت لونها قدامك. يعني مش لما الخضار ده يستوي يا شيف حسن؟ على طول هيستوي في الفرن، انا هدخلها الفرن. ده لسه في يعني انا بديها صدمه فقط لغير دلوقتي. ومن الحل الاخر اديها كبشه ميه سخنه كده بتغلي. شكلها حلو قوي، ريحتها طلعت اصلا. واحطها 5 دقايق كده على النار مغطيهم. وارجع لها بعد 5 دقايق. تعالى نعمل ايه؟ تتبيله السمك المقلي. يلا. عندك سمك طازه جبتيه؟ تعرفي بولتي، تجيبيه تمسكي ظهره كده تلاقيه جامد. تبص لعينيه تلاقيها بتلمع، تبقى خياشيمه حمراء. تبقى صح كده. ومعاك انضفها وقص، ونضفها كويس بره وجوه زي ما انت شايفه. اعمل لها فتحات كده وتقص ديلها. ما كل حاجه تقصيها فيها زياده. أوكي. الفتحات دي مهمه عشان التسويه وتست التتبيله. يدخل جواه بالشكل ده كده. يا مهاب. شيف حسن. صباح الفل يا غالي. صباح الجمال يا شيف. عامل ايه يا غالي؟ كل سنه وانت طيب يا عم مهاب. وحضرتك طيب يا شيف. ازيك يا ابو سامي؟ ازيك يا لميس؟ اهلا يا مهاب، ازيك؟ منورنا. اخباركم ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا رب. طيبين يا رب. بتحب السمك؟ طبعا. شفت الشيف حسن عمل لنا انواع مختلفه النهارده. ده مجوعني والله جامد. الفطار دلوقتي صاحي متاخر. ده تشم الصينيه على طول دلوقتي. شايف الكابوريا عامله ازاي؟ لا شكلها خطير الصراحه. طب قول لنا بقى سؤال حلقتنا يا مهاب، مين اشطر في النكت، الرجاله ولا الستات؟ مهاب طبعا. لا الرجاله. مهاب طبعا الرجاله. طب ممكن تثبت لنا، ممكن تقول لنا نكته؟ انت الاساس يا شيخ. طب قول لنا نكته، اثبت لنا. اقول لكم نكته؟ مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. يبقى الستات اشطر. جابت لك من الاخر. بس هقول لك انا شايف ليه اكتر الرجاله، عشان الراجل قد يكون يعني في بعض الاحيان عنده جرأة ان هو يقول نكت او ان هو يقول حاجه تضحك اكتر من الستات بشكل عام يعني. هي وجهه نظر برضه. الست خجوله فعلا. صح. الست يعني الست اكثر خجلا من الراجل يعني. فلكن برضه في طبعا اكيد ست دمها خفيف جدا يعني. طب بامانه وبكل صراحه وشفافيه وموضوعيه. ايوه. وتقول الحق. ايه رايك في نكت الشيف حسن؟ لا فظيعه. جميله يعني. شفت النكت اللي قلتها لهم؟ ما انا بساله عليها اهو. قال لك جميله فظيعه. ايوه. لا النكت بتاعت الشيف حسن طبعا في كل حلقه بالذات بتفصلني يعني. بحب اتفرج على الفيديوهات حتى. بحب اتفرج عليها على اليوتيوب حتى بعد الحلقه يعني. بتعيد النكت تاني؟ ما شاء الله. لا الشيف حسن طبعا عالمي عالمي عالمي. وبتعمل بقى اكلات الشيف حسن على كده؟ ده هيجي لنا بكره محضر لنا نكت تانية. بتعمل اكلاته يعني؟ بتدخل على شات بتتفرج على اكلاته اللي بيعملها؟
طبعا بتابع، انا ما بعرفش اطبخ الصراحه، بس يعني بتابع يعني بتابعها طبعا. بتحب الاكل. شكرا يا مهاب، نورتنا، وان شاء الله نوعدك بمزيد من نكت الشيف حسن. بس هناخد رقمك ويكلمك يقولها لك. مش حطيت التتبيله بتاع سمك البوري بقى. حطيت ثوم وحطيت فلفل حار وحطيت كمان شويه خل وحطيت ملح وفلفل، وادي مسترده دي تتبيله المقلي، وادي شويه شطه وادي شويه كمون وشويه كزبره، دي التتبيله بتاعه المقلي. شيف حسن انا عايزه احول ده لجزل، اعمل ايه؟ لان انا بحب الجزل قوي. تخليه من ظهره، اشيل الشوك يعني؟ تخليه من ظهره، بنفس نوع السمك كده، تفتحيه من ظهره كده وتروحي جايباها بالسكينه اللحمه، بس اللحمه بيها اهو قدامك اهو، تجيبها من ظهره كده بالشكل ده تعملها فليه. طيب. بس ده عشان يبقى كريسبي وتستمتع بيها، اوريك التكه بتاعها. طيب احط هنا شويه دقيق، احط لها ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، الدقيق ابهره. احنا بنعمله كده في البيت، بنقسمه من نص وبنحمر كل واحده لوحدها جنب كل جنب لوحده. هنا بعد كده اعمل التتبيله بتاعتي في بعض واتبل من جوه كويس قوي، بعد ما اشيل كاشيمو كويس قوي، واهم حاجه الفتحات دي احط فيها تتبيله عشان الطعم. المفروض اسيبه في التتبيله قد ايه ولا عادي؟ تتبيله ساعه، ساعه واحده، ساعه واحده. اهم حاجه التتبيله تتحط زي ما انت شايفه كده وتديها مساج حلو ونفس الدقيق المبهر. تركه بقى عشان يبقى السمك ده كريسبي وتستمتعي بيه، ايه؟ تحطيه في نار سخنه، في زيت سخنه، وبعد شويه 5 دقائق تهدي النار عليه زي القطار.